رصدت أسماء عوائل الشهداء الذين حضروا، وإن انتهت الأسماء ولم يذكر اسم من الحضور فليتفضل بعدها. اسم الشهيد سأذكر الأسماء متتابعة فليتفضلوا بالتتابع. الشهيد السعيد عبد علي الموالي، الشهيد السعيد عباس جعفر الشيخ، بعد التكريم هنالك صورة جماعية. إذا نتمنى من عوائل الشهداء أن يظلوا الأخير. الشهيد السعيد سيد جعفر سيد سلمان، الشهيد السعيد جواد شملان، الشهيد السعيد حسين نعمة، علي حسين نعمة، ربما هنالك بعض الأسماء باسم العائلة. عائلة الشهيد حسام الحداد، عائلة الشهيد حسين منصور، عائلة الشهيد أحمد إسماعيل، عائلة الشهيدة زينب التاجر، عائلة الشهيد قاسم حبيب جعفر، عائلة الشهيد محمود الجزيري، نفتخر بكم يا عوائل الشهداء ونفتخر بحضوركم هذه الليلة. عائلة الشهيد زهراء الحواج، عائلة الشهيد عبد الرضا أبو حميد، إن لأسماء الشهداء لنور يشع في قلوب أبناء هذا الوطن. عائلة الشهيد جعفر الموالي، عائلة الشهيد علي الحايكي، عائلة الشهيد علي عباس رضي، صورة لكل عائلة. عائلة الشهيد محمد عبد الجليل، عائلة الشهيد علي الشيخ، عائلة الشهيد علي عيسى صقر، أجنة ورضع وشباب ورجال مسنين ونساء رسموا خارطة هذا الوطن
بدمائهم عائلة الشهيد مجيد عبد العال، عائلة الشهيد يوسف أحمد الموالي، يا شعب هذا الوطن احفظوا أسماء شهدائكم، عائلة الشهيدة ساجدة فيصل جواد، عائلة الشهيد محمد خميس يوسف، عائلة الشهيد فاضل المتروك، سيبقى شهداء هذا الوطن نجوما تتلألأ في سمائه لا تخفت أبدا، عائلة الشهيدة سلمى عبد المحسن، عائلة الشهيد صادق سبت، حري بأن يفتخر بهذا الوطن الذي